سعيدين اليوم بما شهدناه في مركز ناحية الشورى. الحمد لله والشكر، تعاون كبير بين القوات الأمنية، فرقة 20، الحشد، الأهالي، وقبل أيام آخر عملية اشتركوا بها، يعني قتلوا عدد من الدواعش كانوا مختبئين قرب ناحية الشورى. أيضا فرحين بما أنجزه شباب الشورى، مجلس شباب الشورى عاد تأهيل هذه المدرسة اللي كان يفترض أنه تخرج من الخدمة بسبب الأضرار اللي لحقت بها، فرحين بإنجازهم أنه أعادوها للحياة كي تخدم أبناء الشورى. نطلب من الأخ قام مقام الموصل أنه ينظر إلى مركز الناحية وقراها، هم بحاجة إلى قسم من المستلزمات اللي تخص المدارس، كرفانات، وأيضا مستلزمات ضرورية للمدارس، وإن شاء الله الأخ القائم مقام ما يقصر بهذا الاتجاه هو والإخوان بمديرية التربية. نتمنى لكل أهلنا في ناحية الشورى أن يعيشون بسعادة وينطلقون نحو بناء ناحيتهم وقراهم. في هذا اليوم المبارك زرنا منطقة الشورى اللي هي كانت سابقا وكر لعناصر داعش القذرين، وبجهود أهالي هذه المنطقة الأبطال الشرفاء تمكنوا من طرد عصابات داعش مع القوات الأمنية، والآن الحمد لله كما ترون أن الوضع الأمني مستقر والمواطنين متعاونين، ولا وجود لداعش في هذه المدينة ولا أطرافها. وأدعو جميع مواطني الشورى وعمامنا في هذه المنطقة بالاستمرار بهذه الهمة والقضاء على ما تبقى من الخلايا النائمة في أطراف هذه المدينة البطلة، ونحن جاهزون وحاضرون لأي واجب أو أي خدمة أو أي مساعدة يطلبوها من الشرطة محافظة نينوى، نحن جاهزون لمساعدة هذه المدينة اللي حقيقة هي تضررت من قبل عصابات داعش، واليوم الحمد لله نلاحظ الاستقرار والأمن. اليوم زيارتنا إلى ناحية الشورى للوقوف على الواقع الأمني وكذلك الخدمات، ونسهل عمل المواطنين وعودة بعض النازحين إلى المنطقة. حقيقة الأمر بها لواء 43 منتشر بشكل جيد، أيضا الحشود العشائرية منتشرة بشكل جيد، وإن شاء الله الأمن مستتب بها، وإحنا نأمل من المواطنين التعاون المستمر مثل ما تعاونوا في عمليات التحرير. نريد الاستمرار على هذا النهج، وراح نكون إحنا عون لهذه الناحية حتى من ناحية الخدمات، وراح إحنا نساعدهم كل شيء إن شاء الله. نبارك بزيارة قائد عمليات نينوى لزيارته لناحية الشورى للتفقد الأوضاع الأمنية في ناحية الشورى وتوزيع القطاعات العسكرية الموجودة في القاطع. ناحية الشورى ناحية كبيرة تربطها الجزيرة وقراها 65 قرية، فتواجد القطاعات وتوزيعها على 65 قرية، منها عين الجحش وغزيل والمناطق القرى اللي خارج شارع بغداد، والتفقد والأمور الإدارية فتح مدرسة عندنا بارك الله بي، يعني تبرع أهل القرية لبناء المدرسة اللي هدمها داعش، فقمنا ببناء هذه المدرسة تبرع من الناحية، ومشكور القائد دعمنا بهذه المدرسة وجاي افتتحها، وإحنا ممنونين من زيارة القائد وقائد الشرطة لزيارته لناحية الشورى والاطلاع على وضعها الأمني.